can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. كابتن امير، احنا اليوم في بطوله نجم السعوديه للدرفت، شلون لحد الان شفت البطوله؟ والله بطوله حلوه صراحه، وانا تمنيت اني اشارك في الرياض. ما شاء الله زي ما انت شايفين المشاركين منافسه جدا قويه، اغلب ابطال المملكه فيها، في شباب ابطال الاردن مشاركين معنا اليوم، وطبعا من انقطاع تقريبا سنه ونص اليوم اول مره اشارك بعد الانقطاع هذا، وصادفت مشكلة في السيارة وانسحبنا، وإن شاء الله نعوضها بجدة. إيش هذه المشكلة؟ مشكلة عندنا عكسة انكسر، بس غيرنا دوبنا السيارة، يعني عاملين عليها ريبلد بالكامل، فما أدري، لازم تحصل في أغلب السباقات، ما أدري بس المشكلة من فين تجي. وأحب أشكر قناة روسانا موتورز على تغطياتها الرياضية، ويعطيكم ألف عافية. كابتن فيصل الشريف، كيفك؟ الحمد لله، اخبارك؟ لحد الان وش وضعك في البطوله؟ والله اول نزله نزلت كانت كويسه، بعدين مو كويسه، طلعت لي مشكله، نزلت ثاني مره بانت المشكله، طلعت نزلت ثالث نزله حلينا المشكله في نهايه الرن او نهايه المسار، طلعت نفس المشكله انه كسر عندي الدفرنس. المشكلة، طيب وش هي المشكلة؟ وضح لي المشكلة. المشكلة انه كسر العكس حق السيارة الخلفي، صار يمشي كفر واحد يتحرك والثاني صار ثابت. بدي اسألك، لحد الآن رياضة السعودية في السيارات وش اللي ناقصها؟ والله رياضة السيارات نحتاج دعم الاتحاد السعودي أول شيء، تسهيل أمور كثيرة، تصاريح نحتاجها كثيرة للبطولات، مو بس الدريفت، الدريفت والأوتو كروس والرياضات الثانية، المحركات بصفة عامة. دعم الشركات اللي هو ينقص كثير، لانه دعم الشركات هو دعم مادي يعتبر، هذا اللي حافز اللي يخليك الاستمراريه، يعني يمشيك الموسم موسم موسمين ثلاث مواسم، زي ما انت شايف سياره عطلها يكلف، يعني مو 100 ريال ولا 200 ريال، اقل عطل يكلفك فوق ال 5000 ريال، هذه احنا من حسابنا الخاص ندفعها، لكن يكون في عندك سبونسر او راعي بيدفع لك المصاريف هذه، انت بتشيل الحمل عنك، تقدر تسابق وانت مرتاح، لانه في عندك دعم مادي. كل اللي نزل اليوم ما شاء الله تبارك الله اختلف عن السباقات اللي قبلها، سواء القدامى من جيلي المتسابقين او الجدد، ما شاء الله في كذا سائق شفته اليوم ما شاء الله تبارك الله روعه في الاداء، وتاهلوا يعني ما شاء الله بيتعدونا وبينافسونا ان شاء الله في الجوله اللي بعدها، راح تشوف منافسين معنا. حبيبي كابتن، اشكركم على دعمكم وتغطياتكم لنا، وان شاء الله اشوفكم في جده ان شاء الله. This time I'm gonna be better. This time.
كابتن معاذ ناويها السنة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بالتوفيق. الكابتن الأردني المعروف محمد الكخن، مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. هاي المشاركة الثانية لك في السعودية، كيف انطباعك عن البطولات اللي درفت في السعودية؟ هو بصراحة انا تفاجأت ببطولات السعودية، هاي كانت ثاني مشاركة لي بالسعودية هون، استمتعت بالجمهور، كان عندي جمهوري الأردني بيستناني هون، هو اللي شجعني اني اجي اشارك الجولة الثانية ببطولة نجم السعودية للدريفت، هي نيسان منظمتها. الحمد لله الجولة الثانية حصلنا على المركز الأول والثاني، أخوي عمر وأنا المركز الثاني، وتأهل أخوي عمر للفاينل إن شاء الله يوم السبت الجاي رح يكون بحلبة الريم، وإحنا هلأ جينا شاركنا مع نيسان عشان إن شاء الله نتأهل كمان وسط أبطال السعودية، ما شاء الله عنهم المستوى كتير عالي، رح نقدر رح نحاول إنه نحافظ على المستوى المعين. نتمنى التوفيق للكل والسلامة العامة أهم شيء. إحنا هدفنا بالمشاركة إنه نتساعد ونأخذ من بعض الأفكار عشان نطبق الإشي المناسب ونعطي نعكس صورة حلوة كمان على اسمنا واسم بلدنا يعني. نشكر روتانا موتورز على دعمها لهيك لتغطية هيك سباقات، نشكرها لتوعية وتقديم أفضل عرض للشركات إنهم يشوفوا إنه إحنا عنا أبطال بيستحقوا الدعم. ممكن الدعم يكون شوي مكلف، بس هن بالدعاية وبالإعلان بلاقوا إنه هذا الإشي هو اللي بيجيب لهم نتيجة وبيحمي شبابنا وشباب الجيل الجاي من الشوارع ومن الطرقات العامة، وبلفت لهم لأنهم يجوا على الحلبات ويستعدوا لهذه الشغلات.